اليوم إن شاء الله حنبلش بشابتر 7 اللي بيحكي عن الـ Advanced Encryption Standard. طبعاً الـ AES it is a successor of DES. تعرف إن الـ DES is a block cipher, symmetric block cipher. نفس الشيء الـ ES is a symmetric block cipher. It is a non-feistel cipher. It is a non-feistel cipher. خالد الرجال معنا. سلام عبيدات. مين بده يحكي؟ الآن الـ AES مكون من عدد من الراوندز. احنا بنعرف انه الـ DES مكون من 16 راوند العدد ثابت. الـ AES ممكن تكون 10 راوند، ممكن تكون 12 راوند او 14 راوند. مين اللي بيحدد؟ اللي بيحدد الكي سايز. هسه على البلوك سايز، البلوك سايز كداتا دائما 128 بت. البلوك سايز دائما 128 اللي هي الداتا، يعني 128 بت. الكي متغير، ممكن يكون 128 بت بصير اسمها AES داش 128، أو ممكن يكون 192 بت يصير اسمها AES داش 192، ممكن تكون 256 بت يصير اسمها 200 AES underscore 256 بت. الآن لما تكون 128 بيت بتشتغل 10 راوند. طبعا انا بحكي عن الكي، لما يكون الكي 128 بيت بتكون عبارة عن 10 راوند. لما تكون 192 بيت تكون 12 راوند. لما تكون 256 بيت بتصفي 14 راوند. إذا عدد الراوند، عدد الراوند اللي بتعملها الالجوريثم بيعتمد على الكي سايز، ماشي؟ على الكي سايز. إذا في عندي 3 فيرجنز وكل فيرجن إلها ديفرنت كي سايز، وزي ما قلنا الراوند. الآن في عندنا كمان الداتا بلوك دائما 128 بت، وفي عندنا شيء إذا بتلاحظوا هون في عندنا sub keys. هذول sub keys أو round keys. الround keys لاحظوا cipher key ممكن يكون 128 كinput اللي فايت على key expansion، ممكن يكون 128 bit، 192 bit أو 256 bit. لكن دائما sub keys أو round keys 128 bit نفس الحجم تبع البلين تكست. وthis is الكي سايز وعلاقته بالنمبر اوف راوند ان سب ار. هذا عنده سؤال هون. دكتور بس لو سمحت خليني افوض فيه بعض الطلاب. تفضل اسأل. عدد الراوند بناء على ايش بيتحدد؟ عدد الراوند على الكي سايز. هسه لما اشوف الاستراكشر
حنشوف انه الكي سايز بيحدد عدد الرامز زي ما هو مبين بالتيبل هذا. اذا هذا الجنرال ديزاين او الجنرال ستراكشر تبع الاي اي اس. طبعا هذا الانكربشن This is encryption. في عندي 128 بت plain text و 128 بت cipher text. الآن نيجي لبعض التعريفات اللي مستخدمة في AES عشان نكون متفقين عليها. يعني لما نحكي بايت أو وورد أو بلوك أو ستيت شو معنى كل واحدة؟ ماشي؟ البايت كلنا نعرف إنه البايت. طيب أنا قبل ما أروح لهون بدي أسأل سؤال. كنت بستنى بس طلاب يكتملوا تقريبا يكتملوا. الآن إحنا أول جملة حكيناها هون قلنا AES is a non-feistel cipher. وكنت سألت أو ناديت على خالد، خالد الرجال خالد معنا سلام عبيدات سلام سلام كأني شفته موجود. شو يعني نون فايستل؟ حكيناها المحاضرة الماضية. ما حضرت المحاضرة الماضية. كيف ما حضرتش المحاضرة الماضية؟ طب شوفها بالكتاب، اقرأ اقرأ المادة. طيب موسى، موسى النتشة معنا. موسى في ملاحظة حاب أحكيها بس. في عندي على الويتنج روم عدد من الأشخاص اللي بيحاولوا يفوتوا على المحاضرة. أنا أسماءهم غريبة أو الأسماء مش واضحة. الآن أي طالب بده يفوت على المحاضرة بده يكون اسمه واضح ماشي عشان يفوتوا على المحاضرة. ف يعني أسماءكم معظمها بالنسبة لي مألوفة. اللي صار عنده مشكلة أو كذا يودي لي الإيميل إذا بده يفوت. بس الأسماء الغريبة طلع عندي أسماء مش مسجلة أصلاً بالمحاضرة، مش حقبل لفوت على المحاضرة. بيان، بيان هناندي معنا؟ نعم. شو النون فايستل؟ حكينا عنها المرة الماضية إذا متذكرة. إنه بس فيها invertible component. صحيح، قلنا النون فايستل تستخدم فقط invertible components. يعني داخل كل الراوندز هذول فيه فقط انفيرتابل كومبوننتس. وراح نحكي الان هسه نيجي على الديزاين ونشوف شو يعني انفيرتابل كومبوننتس. فانا بس حبيت اذكركم فيها على اساس يعني من باب التذكير ومن باب اشوف مين اللي متابع معنا. الان البايت از ان 8 بت سي، هو 8 بت نمبر. طيب شو بدنا نتفق عليه؟ ليش بدنا نتفق عليه؟ بدنا نتفق على ترتيب البيتس اللي جويته. يعني لما نحكي بايت هذول ترتيب البيتس ماشي. احنا متعودين الموست سيجنيفيكانت بيت، الموست سيجنيفيكانت بيت تكون على الشمال صح؟ شيك متعودين بالديجيتال. الان لما نتعامل مع البايت نتعامل مع الليست سيجنيفيكانت بيت بتكون عشوائي. يعني مندخل الرقم من الشمال لليمين اذا كان فيكتور او رو يعني رو، واذا كان كولوم زي هيك. يعني ممكن البايت يكون
one vector أو one row element أو one column element. نفس الشيء الكولوم بتكون ندخلهم from top to bottom. فبتلاقي top هي ال most عفوا least significant byte. ماشي؟ هاي أول واحد متفقنا عليها. ال word لما نحكي كلمة word بال AES هي 32 bit. ال word حجمه fixed take 32 bit. مكون يعني من 4 بايتس. البايت الأول، الثاني، الثالث، الرابع إذا كان عبارة عن رو أو فيكتور، وإذا كان عبارة عن كولوم ندخله بالطريقة هاي. ماشي؟ from top to bottom. طيب عندنا إشي مسميه بلوك. البلوك ما في عمودي، البلوك فقط رو horizontal row خلصني ماشي أو vector مكون من 16 بايت. ماشي لاحظوا البايت نرمز له بسمول b، الword نرمز لها بسمول letter w، والبلوك مكون من 16 بايت عشان هيك حاطين جويتهم سمول letter b b0 b1 b2 لعند b15. دكتور بس بدنا نعيد، شو الفرق بين بايت والورد؟ البايت 8 بيتس. ماشي البايت 8 بيتس يعني هون شويه يعني اذا بتلاحظ هون مستخدمين يعني هذول البي اللي هون ترمز له بيتس، فهو يعني بجوز احنا هاي يعني بدنا نتجاوزها شويه. ماشي يعني البايت بالنسبه لنا لما نقول بايت خلص معروف. ماشي لما نقول word رمزه W، لما نقول block مكون من bytes، هذول مش bits يا جماعة. ماشي هذولا مش bits. البلوك 128 bit يعني 16 بايت، هذولا 16 بايت. وعندي مصطلح ثاني مهم اسمه state. الstate هم عبارة عن 16 بايت اللي هون هذول ماشي مرتبين as 4 by 4 matrix أو 4 words ماشي. عادي نستخدم الستيتس هسه لما نشرح الديزاين كثير حتمر علينا الستيتس. طيب كيف أحول كيف أحول من بلوك لستيت؟ يعني هذا الإليمنت مثلا لو أخذنا هذا الإليمنت، هذا من وين جاي؟ أي واحد من هذول هو هذا الإليمنت؟ طيب خليني أسأل بجوز سؤال ببلي بشكل أقرب. هذا الإليمنت شو بتتوقعوا؟ S01. طبعا لما نقول S01 هي رو 0 كولوم 1 أكيد زي الماتريكس نعرفها. طيب رو 0 كولوم 1 منين جايها؟ مين يجاوبني؟ مش راح أسأل أنا سؤال بس اللي حاب يرفع. عبد الله عبد الله دكتور أتوقع البايت الأول اللي هو B1. B1 يعني قصدك B1 تيجي لهون؟ هيك أتوقع. مين عنده جواب ثاني؟ دكتور أتوقع إنه وهلا البايت 4 بت، إنه البايت 4 بت. لا هلا بايت لا شوي هلا البايت الزيرو صحيح 4 بت 8 بت بايت. أيوه بايت 8 بت 8 بت. خلاص ممكن أول وورد أول صف ثاني وورد صح. هاي هي يعني شافوا يعني هذا يعني بجوز بس التوبيك هذا، وانا حبيت اسال السؤال هذا عشان نشوف انه في زي ما يقولوا خلاف كيف نشتغل، عشان هيك لازم نحدد الستاندرد اللي نشتغل عليه. شوفوا التعبايه عمودي يا جماعه هيك، ففعليا بي 0 هيو بي 1 مش هون
بي 1 هون بي 2 هون وبي 3 هون فانت شو بتطلع هاي بي 4 يعني بنعبي الوردز بشكل عمودي بنعبي البايتس بشكل عمودي هيك يعني نيجي هون نرجع لها ننزل هيك واشي وضحت إذا فعليا هاي هي عبارة عن بي 4 هاي بي 5 بي 6 بي 7 8 طلع هاي بي 9 10 11 هاي 13 14 سوري احنا بلشنا 12 11 هون قلنا 12 13 14 15 يعني بمعنى آخر إذا ما نيجي نطلع على الريبرزنتيشن هاي هذول كلهم W3 نطلع لهم words هاي word هاي word هاي word هاي word ماشي هذول كلهم W2 إذا الwords هذول هي عمودي ماشي مش أفقي دكتور مصور تفضل يعني هسه هسه نحكي ان الستيت عباره زي كومبينيشن البلوك مع الوورد بنحطها بالترتيب العمودي هسه فعليا احنا قلنا الوورد 4 بايت هسه هذول دبليو زي هسه دبليو 0 يعني لما مكتوبها هيك الستيت دبليو 0 هذول الاربعه ودبليو 1 هذول صح ايوه ودبليو 2 هذول ودبليو 3 اخر شيء بس فعليا هذول لما نيجي ندخلهم على الماتريكس ندخلهم عمودي مش افقي يعني مش هاي دبليو 1 مش زي ما ندخل دبليو 1 هي دبليو 1 بتطلع تكون بشكل بالزبط. عمودي يعني اذا يعني هذا هو فقط انا حبيت بس يعني ما بهاش يعني شيء اذا بيقولوا يعني بس هي نتفق على الستاندرد ماشي نتفق على الستاندرد تمام هذا عنده سؤال ثاني طيب خليني بس اكتب هالملاحظة نرجع كلير عشان إذن هاي هي كيف بلوك تو ستيت اند ستيت تو بلوك هي مشروحه السلايد ها الشيء اللي حكينا عنه قبل شوي لاحظوا اذا بدي اكتبها بمعادله نقول اس الاندكس تبع الرو والاندكس تبع الكولوم نقول اي مود 4 واي تقسيم 4 بنحط فيه بلوك اي ماشي يعني لو جينا بي 7 بي 7 هاي بي 7 يعني اي 7 شو بتصير 7 مود 4 معناته اس 3 بتطلع واي تقسيم 4 7 على 4 1 انتجر هاي ديفيج ف 3 و 1 وين 3 و 1 هي هي محطوطه بي 7 وضحت كيف حدد الاي نعمل هذا الحكي نفس الشيء اذا بدي ارجعها لبلوك بنقول اس اي وجي مثلا زي هون 3 و1 هاي 3 حط محل اي 3 محل جي 1 بصير هي بلوك 3 زائد 4 ضرب 1 3 زائد 4 7 هي كمعادله ماشي هاي كمعادله او احنا بنفهمها انها عمودي نشتغل بالطريقه هاي طيب خلينا نشوف مثال لو كان عندي النص اسمه طبعا هو النص يعني اسمه AES إذا تكست عندي تكست التكست هو AES uses
a matrix. ماشي؟ طبعا احنا الستيت الستيت قلنا 16 بايت او 128 بت. فاذا نيجي ننتبه للجمله هاي عند الاكس AES uses a matrix وكلنا قصها 2 بايتس فحطينا من عندنا بس هيك زد زد عشان نعبي اللي هو زي بادينج منا زي بادينج يا جماعه ماشي. الان شو سوينا بعدين؟ بعدين حولنا الاحرف حسب ترتيبها يعني الاي صفر البي واحد السي اثنين وهكذا الدي ثلاث الاي اربعة العين اخر شيء الزد ماشي. بعدين شو سوينا؟ حولنا القيمة لهكسا ديسيمال يعني الاس على سبيل المثال الاس ترتيبها بالاحرف بيطلع 18 18 بالهكسا ديسيمال هي 12 بالنهاية بالنهاية بغض النظر يعني صار عندنا هكسا ديسيمال فاليو هيك هيك القيمة تبعتها. This is the binary equivalent of this text. إذا اتفقنا إنه هيك بصير المابينج بس إحنا نعرف إنه داخليا بصير الأسكي كود. وبعدين من نعبي الستيت فالستيت كيف بتصير؟ لاحظوا صفر صفر حط أول شيء صفر أربعة عمودي مشتغل واحد اثنين واحد أربعة نرجع 12 أربعة 12 صفر وهكذا هاي صارت عندي الستيت. طيب إذا اتفقنا على بايت وورد وبلوك وستيت. This is دكتور اسأل عفوا دكتور اسأل دكتور يعني السلايد الماضي عبارة عن بس أعرف طريقة ترتيب الماتريكس أو بس. طريقة بس. كيف المابينج بتوين بس بس انه اعرف لا 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 لا, لا يعني بمعنى اخر هذا اللي باللون الاخضر وكيف حولها لهكس يعني بالنهايه انت عندك سم باينري داتا هون قسم الى بايتس كيف تعمل لها مابينج لستيت ذاتس ات. زي ما قلنا من فروم توب تو ليفت. نيجي ل structure of each round. هسه خليني أسأل سارة. سارة اسماعيل معنا؟ نعم دكتور موجودة. كم راوند احنا قلنا بال AES؟ ثلاث. مش سامع. حكينا ثلاث العشرة والاثناش والأربعتاش. لا لما قلتي ثلاث خربطيني. كم راوند الجواب اذا بدك بس توقفي جواب شكل بقول متغير حسب الكي سايز هيك ماشي اللي هن 10 و12 و14 احسنتي ماشي مش ثلاث عدد الراوندز مش ثلاث ماشي عدد الراوندز مش ثلاث. واضح يا ساره؟ واضح اوكي. الان كل راوند ماشي اذا الان انا صرت احكي على الستركتشر ان جنرال. كل راوند مقسم من ستيجز. هسه بدنا نركز بالمصطلحات شوي. ففي عندي في عندي راوند ماشي هاي راوند وفي عندي مصطلح ثاني اسمه ستيج. يعني عشان لما نصير نحكي وهيك ونسولف ونشرح ونسأل وتيجي الأسئلة تعرف وين 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 الكونتكست وين مقصود وين نسأل ماشي. هسه الآن لاحظوا الستيج هاي ستيج اسمها سب بايت هاي ستيج اسمها شيفت رو هاي ستيج اسمها ميكس كولوم هاي ستيج اسمها اد راوند كي. هذول كلهم شو اسمهم؟ راوند شيء. فلاحظوا الستيت هاي شرحناها قبل شوي الستيت لاحظوا كيف تخصصها from stage يعني الانبوت تبع الستيج is a state مش بلوك مش 64 بت as one row state matrix 4 ب 4 بتفوت على الستيج ماتريكس بتطلع ماتريكس تفوت ماتريكس تطلع ماتريكس تفوت ماتريكس تطلع ماتريكس تفوت ماتريكس تطلع ماتريكس خلصنا 1 راوند فوت على الراوند اللي بعديها
عشان هيك الستيت مرتبطة مع الستيج. ماشي، الستيت اللي كنا نحكي عنها قبل شوي مرتبطة مع الآن. إذا بترجع نرجع لورا شوية، بس أرجع لهون شوفوا هون شو قلنا. لاحظوا هذول الراوندز اللي نحكي عنهم، راوند 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 راوند. في عندي بلوك، أول واحد هذا مسميه بلوك. ففي عندي بلوك input block output block. إذا بنحكي عن كل الـ ES، بس لما نصير نحكي عن الراوند نفسه جويتها الراوند في stages. ماشي، في stages. دكتور نفس البلوك هو الستيت؟ الستيت هو بلوك. هاي ما احنا هسه شرحنا كيف نحول بين بلوك، نحول هذا بلوك تحول لستيت. بس هي الالجوريثم من جوا بتفترض انه مرتب از ماتريكس عشان تصير تشتغل. يعني بصير تجيب ماتريكس بتصير تعطيك تو اندكس اللي هي الرو والكولوم عشان تقرا. هون ما في رو وكولوم، فقط روز. ماشي، بس هو الكونتنت نفسه. اخذنا المثال هذا كيف نعمل مابينج. ماشي، كيف نعمل المابينج؟ في اي سؤال لهون؟ طيب، اذا عندي ملاحظه بس هون. في هنا هون لاحظوا هون اول راوند احنا هي اسمها مش يعني لاحظوا راوند 1 هي راوند 1 ماشينا شايفينها، وهي راوند ان ار. يعني لما نقول 10 اللي هن من 1 ل 10 هيهن، بس في واحد هاي اللي باللون الرمادي. خلنا اشيل هذول كلير اول شيء. هاي البري راوند، هاي البري راوند ماشي، لا تخربطوا. هاي بري راوند، هذول الراوندز، الراوندز هيهم. حتى اخر راوند اللي هي ان ار، طبعا ان ار بتعتمد على الكي سايز. اذا كنا نحكي الان عن 128 الديفولت، عندي 10 راوندز، فالراوند العاشر هاي شوي بتفرق عن التسعه، هذول بتفرق شويه هسه حنشوف شيء. بس في عندي بري راوند، البري راوند هاي عباره عن هاي البري راوند اللي هي فيها بس الاد راوند كي. البري راوند ما فيها فور ستيجز. البري راوند لاحظوا احنا الراوند الجنرال ستراكشر راوند فيها فور ستيج. هاي 1 2 3 4. البري راوند اول واحده بس فيها هاي بس، والاخيره اللي هي هاي الراوند ان ار اخر شيء فيهاش ميكس كولوم، ما بيها هاي. هيك الديزاين. إذن the third transformation هاي transformation هاي is missing in the last round، ما فيها mix column. وال one add round key is applied before the first round اللي هي قلنا pre round فيهاش غير add round key. كويس، هذا structure. نيجي الآن خلصنا structure نشرح the transformations اللي هن هذول. إذن في عندنا مصطلحات نتذكر فيها، في عندي block state round stage. شيء ستيج، الستيج هاي مكونه كل ستيج من ترانسفورميشن، وان ترانسفورميشن. شيء كل ستيج فيها، ستيج هاي فيها سب بايت ترانسفورميشن، الستيج هاي فيها شيفت روز ترانسفورميشن، الستيج هاي فيها ميكس كولومز ترانسفورميشن، والستيج هاي اخر شيء الاد راوند كي ترانسفورميشن. طيب شو كل واحده بتساوي؟ اول ترانسفورميشن شو اسمها يا جماعه؟ سبستيتيوشن. Substitution زي DS لكنها invertible. إذا متذكرين الS box بالDS كان له 6 input 4 outputs، وهذا قلنا إذا كان عدد الinputs لا يساوي عدد الinputs مش invertible. صح؟ الآن sub byte هذا first transformation بيجيب byte ماشي، وبيحوله لبايت جديد. يعني الانبوت تبعه بايت والاوتبوت تبعه بايت، عشان هيك هو انفيرتبل. ماشي، عشان هيك هو انفيرتبل. كيف بيشتغل؟ كالتالي لاحظوا هاي ستيت، شايفين كيف 4 ب 4 ماتريكس. تعال على اي بايت هون، اي بايت هذا البايت بده يكون بالهكساديسيمال. يعني احنا ممكن نلد عليه 16 بيتس، صح؟ عفوا 8 بيتس بالهكساديسيمال. فمكون من 2 هكسا كاركترز زي هيك مسمينه A و B بنظام 16. الان الA
ناخذ اول كاركتر از ان اندكس. في عندي تيبل، التيبل هذا اللي هو السبستيوشن تيبل. الاي او اللي هو الفيرست لتر من الرقم بيأشر على الكولوم، والبي بتأشر على الرو. نشوف الاندكس اللي هناك، بعدين نيجي نستبدل الفاليو اللي هون بالفاليو اللي هون. يعني نيجي نسأل سارة، سارة محاسنة معنا؟ موجود دكتور. يعني لو قلت لك يا سارة مثلا 44، كان عندي الانبوت بايت 44، شو حيصير الاوتبوت؟ 1B. احسنتي. شيء طيب، لو نيجي نسأل مثلا سوسن، سوسن معنا؟ سوسن أنوار شخاترة دكتور. يعني لو يجي لك كمان مثال، بس مثلا لو قلنا مثلا أعطيناكي 5A، اللي هي بي اي. هسه لاحظي شو بنحكي، 5 اي، الخمسة تتكون بالكولوم صح؟ اوكي، انت عكستيها صح؟ دكتور الخمسة بالرو، مش الاي على الرو والبي على الكولوم. صحيح صحيح صحيح، أنا العكست، الأي على الرو والبي على الكولوم. سوري سوري، يعني كنت بشرح صح بس قرأت غلط. صحيح زي ما حكيتي بالأول، 5 إيه اللي هي شو قلتي؟ بي إيه. صحيح بي إيه. صحيح أنوار، صح أنت أنوار. آه دكتور. آه طيب كويس، مليح اللي بنخربط عشان نوضح الصورة. ماشي، إذا رو وكولوم نقرأها بنفس الترتيب اللي مكتوبة فيه، الأ اللي هي للرو والبي اللي هي للكولوم. واضح هسه كيف تيبل؟ ففي عندي التيبل هيو موجود بالرسمة هاي، لاحظوا هذا نصه لعند 6 والتكبيل لعند 7 لأف. ففي عندي من 0 لأف روز، ومن 0 موجود بالسلايد قبله من 0 لأف بالكولومز. واضح؟ طيب هذا التيبل وين ملاك؟ ملاك نصير معنا؟ نعم دكتور. هذا التيبل ثابت؟ طيب أنا أسألك سؤال بطريقة ثانية، بجوز شوي السؤال يعني مش يعني. طيب البايت كم كومبينيشن له؟ يعني البايت 8 بيتس، كم كيس ممكن أنا أعمل بال 8 بيتس؟ ممكن 8 مضروب. لا لا، بس عندي لما يكون عندي 8 بيتس، يعني لما يكون عندي 3 بيتس okay. كم كيس بعمل لما احط 0 0 0 لعند 1 1 1 اللي هن 8 كيسز صح؟ لما يكون عندي البايت، البايت كم كيس بيساوي؟ 250 كيس. صح، فالان هذول الكيسز اللي هون كلهم 256 كيس، في غيرهم؟ لا. طيب هذا اول سؤال انا جاوبته. السؤال الثاني اللي عبد اسالك عنه، هذول او التيبل هذا ثابت؟ هذا يعني ما فيش منه غير التيبل هذا بالدنيا، يعني بمعنى اخر هو هذا التيبل بياخذ كل الكيسز بالاعتبار؟ هذا التيبل اللي بتكون هون ممكن ممكن يعني هو بس يعني حاسك مش فاهم سؤالي عشان هيك. طيب هسه يا جماعه، هذا التيبل هو التيبل تبع الاي اس، هذا التيبل الحقيقي تبع الاي اس، ما فيش غيره. ماشي، يعني انا لما اجي اخذ اي بايت بالدنيا، اي بايت بالدنيا خذه حتلاقيه هون، يعني هذا التيبل عباره من صفر لاف ومن صفر لاف، يعني 4 بت هون
وأربعة بت هون، كل الكيس تبعاته موجودين هون، فيش غيره. يعني الاس بوكس تبع الاي اس هيو بس وان تيبل، بيعمل مابينج بتوين افري بوسيبل انبوت وبطلع لك الاوتبوت تبعه. دكتور اسالي، ممكن نعرف نكون بنعرف الكونتنت بس كيفنا نعرف اي اندكس هم موجودين فيه؟ يعني بالاول كنت عم تعطينا اندكس. لا. لا 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 لا، انت بالانبوت تبعك بيحدد الاندكس. انا جاني البايت الانبوت بحدد الاندكس. يعني انا عندي انبوت A1 سمبلي او